عملت لونا كلاسيك وتخبطات بالفريق، اهم اخبار عملت لونا كلاسيك ولاين تتجه العمله. شباب هي اربحنا من قناه التليجرام، واذا كنت بتفضل صفقات استثماريه مربحه اكثر من 500% انضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. الاقتراح هو صديقي بانشاء عمله مستقره تدعم عمله لونا كلاسيك وهي ضد عمله اليو اس تي سي. اذا تم انشاء هاي العمله المستقره راح يتم دعم عمله لونا كلاسيك وانهيار اكثر لعملة اليو اس تي سي. الان يتم التصويت على هذا المقترح بيان من المحكمة القضائية في كوريا الجنوبية بتثبت بانه عملة لونا 2 ليست امنة. هذا يعني مستقبل العملات التيرا في خطر، وهذا اسباب انخفاض عملة لونا كلاسيك وعملة لونا 2. وطبعا نحن متابعين الاخبار اول باول. اصدقائي صديقي اذا كنت بتفضل اخبار هاي العملة اول باول انضم لنا لفريق التليجرام، عندنا فريق مختص بدراسة العملة وضع الاهداف عليها. صديقي اذا كنت بتفضل اهم الصفقات الاستثمارية المربحة اكثر من 500% لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.